من الصحراء الجنوبية من منطقة قمران عند البحر الميت. الطقس جميل جدا اليوم، درجة الحرارة 40. المنطقة كلها تحت مستوى سطح البحر، ولا سيما بحر الميت 400 متر تحت مستوى سطح البحر. من أجل هذا درجة الحرارة عالية. اليوم أنا عاوز أتكلم عن النبوات، واخترت المكان لأنه كتير مهم. في هذه المنطقة في سنة 47 تعتبر واحدة من الأهم الاكتشافات في القرن العشرين. سنة 47 اكتشفوا مخطوطات قمران أو مخطوطات البحر الميت. اكتشفوا مخطوطات العهد القديم كلها ما عدا سفر أستير، لكن أهم مخطوطة اكتشفت هي مخطوطة إشعياء. طبعا أقول أولا الرب حافظ عليها، لكن كان في جماعة من السنيين موجودين في هذه المنطقة اللي كانوا بيقوموا في عمليات الغسلات والتطهير، كانوا عايشين مجموعة واحدة تسمى يحد، وهذه المجموعة كانت بتمارس شيء مهم هو كتابة النبوات وكتابة الأصفار. وطبعا لأن المنطقة شديدة الحرارة حافظت عليها كل هذه السنين. عاوز أقول أحبائي، خطة الله بالنسبة للفداء سواء موت المسيح أو قيامة المسيح ليس صدفة، فالنبوات بتتكلم عن هذا الموضوع. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، أي الإعلان النهائي، الإعلان الكامل، لا إعلان بعد هذا الإعلان. طالما نتحدث بوسائل مختلفة، أخيرا من خلال الإبن كلمة الله. ولاحظوا معي، نبوات الكتاب المقدس كانت محددة، كانت مهدفة، إلها دايما هدف واضح، لا مجال للتخمين أو التكهن، ممكن أو غير ممكن، ولم تضاف أي نبوة في وقت لاحق، ولسيما مخطوطات إشعياء النبي التي اكتشفت بكاملها موجودة اليوم بالمتحف. كثير من الناس ابتدأت تشك في صحة إشعياء لأنه كان بيصور لنا نبوات لا حصر لها، نبوات عن ممالك، عن شعوب، عن ملوك، حتى سمى الملك كورش باسمه قبل ولادته مملكة مادي وفارس، وهكذا ممالك كثيرة. لكن يعتبر النبي الإنجيلي الذي تنبأ أكثر نبواته عن يسوع المسيح. هذه النبوات بتعبر عن فعلا وحدة الكتاب المقدس، وأن كل شيء تم بحذافيره بدون أي تشويش، لأن الله ساهر على كلمته ليجريها.